كويس، حيت حنا بغينا نبينوا للمشاهدين الطريقه ديال اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي دقائق قناه شوف تيفي، اهلا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره معكم من السوق الاسبوعي جمعه ولاد عبو هنا بنواحي كازا. اكيد جميع التجار عندهم واحد الطريقه خاصه باش انهم كيديروا الترويج او الاشهار للمنتوجات اللي كيبيعوا، لكن هنا في السوق الاسبوعي كنشوفوا هناك طريقه خاصه للترويج للبرودوي او المنتوجات اللي كيكونوا كيبيعوا هنا يعني التجار الى اخره. اليوم مشاهدينا الكرام مع السي خالد غادي يورينا طريقه كيفاش يعني كيروج البرودوي، هذه البرودوي ديال دول فار اللي كيدخل لدار بلاشوار كيبيع البرودوي يعني البرغوت الى اخره. هانتوما كما كتشوفوا معنا سي خالد الان كيحاول انه يتواصل مع الناس. شوفوا معنا، السلام عليكم اخويا. السلام عليكم، كلشي بخير؟ الله يحفظك، كلشي بخير على خير. اول حاجه اخويا سي خالد نبغاو نشوفوا الطريقه باش كدير الترويج للمنتوجات ديالك. مرحبا. الميكرو هادي كنشجعوا الكاسيطه هادي هنا في التليفون، كنخليوها نخدموا بها كتبقى خدامه عادي باش حنا ما نبقاوش نعرفوا كيفاش ندوي معاك الايام. ما بقاش راه عندنا هذاك الميكرو القوشات بحال هكا خدامين، لا شتي هذا هو الميكرو ديال الخدمه، هو هذا باش كنخدموا. بغيتي نجرب؟ ما كتشوف واخا جربنا عافاك لحدك. شوفوا عيطوا هذا باش ما كنبقاوش نتعذبوا. دابا هنا كاين التسجيلات، دابا كاين التسجيل تما التليفون ها هو الشيء كنسجلوا به. اييه كنسجل به وكنخدم به. دابا بغيت نخدم بطريقه اللي تخلي القلب اللي عندو الباغوت في الكسيبه واللي عندو الدفان في المحلات واللي باغي يداوي الديور والكسيبه والزريبه تفضل مرحبا به. اي ادويه ما ديال الحشرات 100000 مرحبا، كمي يكون النوع ديالها غيكون الباغوت في الكسيبه كيموت ما يبقاش. دابا عندك التسجيل هنا؟ عندي التسجيل هنا باش كنسجل. اييه هنايا التسجيل باش كنخدم، وهذه خدام الميكرو ديالي اللي عندو الباغوت في الكسيبه يجي مرحبا به. واخا الميكرو امتى كتكون كتستعملو زعما امتى كتبينو؟ الميكرو نستعملو انا مع الصباح ملي كنبغي نخدم مع الصباح. ملي كنخدم مع الصباح كنسالي مع الصباح كنخدم الكاسيطه كنلقى صافي. نفس مع الناس شحال ديك الايام كنخدم معاهم خاص يكون مرتاح في الخدمه ديالي. واخا شاد ميكرو نبقى خدام به نهار كامل. حيت اصلا ما يمكنلكش انك تضل شاد ميكرو. شي راه العاج ما نبقاوش في عباد الله، راه خصنا نبقاو بهم، راه هاد القراج تجيب الشوارع. الله يسلعهم الله يسلعهم. واخا قول لي كيفاش اكتشفتوا هاد الطريقه ديال التواصل مع الناس؟ ديال التواصل بالبوق الى اخره. التواصل كان عندنا الهوايه حنا ديالنا هو هذا البوق، هذا كانت الهوايه ديالنا من كانت عند جدودنا ووالدينا، ماشي عندي انا، عند جدودي ووالدي كانت عندهم هذه المهنه كانوا كيخدموا فيها، فهمتي؟ كانت هوايه وتورثت ابدا عن جد، بقات غاده القضيه وحنا الحمد لله والشكر لله. واخا هذه ما يعني ما كتحتاجش شي واحد انه يعلمها ليك ولا يقول لك كيفاش تهضر ولا كيفاش تدير الميكرو. لا ويلي اي واحد في حرفته سبع فيها، ما كاينش كاين اللي حريف في حرفته. دابا انت ما تقدرش تجي لك بلاصه هذه واش خدمي بالك الميكرو، غتحش منه الاولى غتحش منه من بنادم اللي غيتجمع لك. دابا انت لا تقدري 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 واعرت تقدري واه الاشهار الدعايه راه انا علاش قلت لك انا حريف، راني حريف راه خدمتي حرفتي. واحد السيد راه باغي يبرك. هي مرحبا. هاو الناس راه كيجاوبوا انهم تاخذ على فلوس. هاتوا مشاهدينا معايا هادي المشاهدين الكرام، هذا هو البوق الميكرو اللي كيعتمدوا عليه في السوق الاسبوعي باش انهم كيديروا يعني الدعايه للبرودوي اللي عندهم هنايا. الكليان ديالنا عندنا كليان ديالنا كيجيو عندنا كيتصارفوا معنا، كيجيو عندنا المحل ديالنا في السوالم، كيجيو عندنا هنايا 100000 مرحبا. حتى اللي بغا يمشي للمحل عندنا مرحبا به، راه في الطريق ديال القمايص. دابا على نهضروا على البرودوي اللي عندك ديالك. اييه شي برودوي على حساب مقطع. هذه كانت كرتان بوحدها، عندك الكمله الكرات الكرغوشه. الربع ديالها ب 5 متر. واخا سي خالد دابا قول لنا، دابا قول لنا لي برودوي اللي كتبيع هنايا ديالاش عندك؟ لي برودوي عندنا جيب جميع لي برودويات. شوف هما اشنو بغاو، كاين اللي باغي غير الدواء ديال الحشرات، حيت حنا اصلا كنبغيو غير الدواء ديال الحشرات صافي، شي حاجه اخرى لا، بحال الدواء ديال الفلاحه هكذا يدوز عندنا المحل ديالنا في السوالم. ماشي على مرحبا به. واخا واش عندك ديال الفار ولا ديال اش الحشرات اللي كيكون؟ كاين الدواء ديال الفار، كاين الدواء ديال البرغوت، الدواء ديال الصلاط الزيت على حسب الانواع، كاين الدواء ديال الدبان بحال هادي، ها هي مزيانه الدبان كتقدر تشوف فيه 10 ايام.
هذه شي حاجه قالها هي سميتها ستاركل، الشركه ديال ستاركل الشعب كتجيك كتستعمل هذا دايره 13 درهم ماشي نص السعر، ماشي نص السعر ديال الدبان اللي عندهم ناس تبان في الدار وداك الشيء كيفاش صحيح وديال الفار خويا ديال الفار اختي هاي كاين هادي واخا غير ما تقول لنا شافك الاسماء ديال سميتو كاين هادي راه تيسي ديال الفار الشعب هادي ديال الفار 76 دايره 10 درهم هادي ايفيكاس ايفيكاس ما تخليش الدواء ديال الفار اما كتكون فيها 5 كيلو كتفاقع ما تلقاش يا ريت شوف الناس كتكون مسكين ما كتلقاش نوع الامارة ديالها ما كيبقاش يا خويا انت مجرم نتايا اختي الله يحشم عليك كثير هنا واخا شنو عندك اخر هنايا واه شوف انت اختي سولينا وحنا نجاوبوا السلام عليكم الحاج لاباس باغي تقدا شي حاجه عندك بوزلوم هذا عنده بوزلوم مثلا هشاشة في العظام والترزيز في العظام هذا الفطور ديالنا هو البلاصه ديالو هنايا كاين كي يخدم على راسه حنا سيدي هنايا كنبيعوا الدواء ديال الفار اللي كيدخل الضرب لا شوار بغيتي دواء الفار بغيتي دواء الفار دواء البرغوث بغيتي دواء البرغوث انا نبيع معاك اليوم مرحبا بالنسبه لهذا الفطور ديالنا ما غنقدوش نخسروا ليه الثمن ديالو قليل هذا الفطور ديالو 50 درهم 50 درهم اخويا علاش بزاف عليك خويا فيها ترونسبور فيها الشوش اللي واخدين فيها فيها هاد الجهد اللي كنديروا مع السي خالد دابا نمشيو حتى الشركه ونجيبوا الدواء نمشيو حتى الشركه ونجيو نروحوا مع الصباح اما انت خويا راه الله جيتي دابا قلتي لي عطيني الدواء لقيتي ها عرفتي شوف دابا انت شوف هادي نعقلك لا مشيتي حتى الشركه ورجعتي غادي تخسر اكثر من 50 درهم والله ما خد ب 50 درهم لاباس اه قد معك التابع قد مع السي خالد قد مع قد مع الثمن هاك ان شاء الله اذا المتابعين الكرام كما شاهدتم معنا حنا الان كنتواجدوا بسوق اسبوع الجمعه ولاد عبو هنايا كنشوفوا الطريقه ديال التواصل اللي كيعتمدها سي خالد هنايا في التواصل مع الناس ها انتم شوفوا الدواء الفار كيدير 10 درهم هنايا هو هذا كاين ديال 260 وكاين حتى ديال 260 هناك يعني المهم هادي شويه في سميتو والله هما كدير داك التسجيل وداك شكرا سي خالد اذا متابعينا الكرام كنشكركم على حسن المتابعه اه لا لا من جهه تبارك الله وانت حريفي داك الشيء ديالك تعرفني اكثر مني متابعينا الكرام بعد ما عرفناكم على الطريقه اللي كيعتمدوها هنايا بعض التجار في الترويج او في الدعايه للخدمه اللي كيكونوا كيبيعوها كنتمنى تكونوا معنا بصوت وصوره كنا اليوم مع السي خالد السي خالد شكرا لك الى هنا شكرا لكم مشاهدينا مره اخرى على حسن المتابعه ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر الى اللقاء